بعض المرة. والفلاشة دي كمان عليها تقريبا 8 فيديوهات هي كمان. في فلاشة في كمان كم 5 فلاشات في العربية كمان، كل فلاشة عليها فيديوهات بقى كل ما نظر طبيعي. أنا كل ينظر حاجة وخاف وشاها أنا كنت خدتها، كل ينظر حاجة وشاها أنا خدتها. دول أنا راح أوديهم بكرة الصبح وبحث الإنترنت. وفي محضر أنا عاملاه من حوالي أسبوع أو 10 أيام طالبين برضو مني فلاشة. كله هيروح بكرة إن شاء الله. مبارك لها ان هي النهارده مضت مع شركه كبيره جدا، انا اقلكوا اسمها واستلموا شغلها بالفعل، ولكن من بكره اداوا ربع القنوات ونشوف الناس. لا من النهارده منها ماتيريال، انا كلمته من النهارده ماتيريال ولكن بيستخدموه. يعني مثلا انا واخد مقطع مثلا دقيقه او دقيقتين من شخص خبيش يا سوفي، انا مش المحامي بتاعها ولكن بتكلم باسلوب لطيف، حتى ممكن اكون بنتقدها ولكن بدون قله ادب. هي قالت انا مش عايز اقول حد، ولكن ما ينفعش تبقى واخد مني محتوى وتطلع عن شرفي وتقول لامي خدامه او تقول على اهلي انا ما اقصدش حد، ما حدش ياخد الكلام يقول ده بيقصد فلان او علان عشان انا عارف الاستهداف، انا لو اقصد حد اقول اسمه، ولكن من حقنا اقصد حاجه حافظ على حقوقها قانونيا واعلاميا بصفه ان هي اعضاء قنوات ومن الناس المعروفه على التواصل الاجتماعي، دي ما تزعلش حد خالص. بالنسبه للكلام انا سمعته دلوقتي من حقي ان انا ارد عليه، ان في ناس تقول لها اكرم بيغلط او بيسب او بيشتم مش وحر، انا ما فيش حد ليه كلمه عليه، انا عارف ايه اللي اقوله وايه اللي ما يقولوش، واللي زعلان مني ما يروح يعمل لي محاضر او يجي يتخانق معايا نسخ ما تقلقيش وحطهم على الكوميديا. ولكن هي اللي ليها عندي، انا متفق معاك عليها صدفه، متفق معاك على شغل كذا كذا، متفقين على العاب كذا كذا، لا جيت قلت لك عايز جنيه زياده ولا جيت قصرت في شغلي، وانت بتطلع على كل حاجه اول باول. وقلت لك ما تدخليش نفسك في مشاكل خالص، لما انا اقصر في شغلي بيطلع رد.